بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وقلنا إن المتزوج إذا دخل بزوجته واستمتع منها بأي استمتاع مما لا يحل لغيره فإنه يجب عليه لها المهر كاملا. ولهذا قال: فآتوهن أجورهن، أي المهور، سمى المهور أجورا لأنها في مقابل الاستمتاع، وهذا بدلالة هذه الآية، لأن الله قابل الاستمتاع بأداء المهور، فدل على أن المهر في مقابل الاستمتاع. وقوله فريضة، أي مفروضا عليكم وواجبا عليكم، وليس هو من قبيل التبرع. ثم قال جل وعلا: ولا جناح عليكم، أي لا حرج عليكم، أي على الزوجين، فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فإذا سمحت المرأة لزوجها بالمهر كله أو بعضه حل له أخذه، قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وفي هذه الآية: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فإذا سمحت المرأة لزوجها بالمهر كله أو ببعضه أو بالمؤخر منه فإنه حلال له. وكذلك لو أن الزوج دفع إلى الزوجة زيادة على مهرها بطيب نفس فإن ذلك يكون حلالا لها، يكون حلالا لها، وهذا يكون من حسن العشرة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. هذا فيه وصف الله جل وعلا بالعلم والحكمة، والعليم والحكيم اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، يدلان على صفتين من صفاته العظيمة. فالعليم يدل على العلم، والحكيم يدل على الحكمة، والعليم هو المبالغ في العلم وهو الله جل وعلا، فإنه يعلم كل شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان سوف يكون. والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها فيشرع الشرائع المناسبة لخلقه التي تتضمن مصالحهم ودفع المضار عنهم. ومن معاني الحكيم أيضا المحكم الذي يحكم الأشياء ويتقنها، فإن الله سبحانه وتعالى حكيم بمعنى أنه يحكم الأشياء ويتقنها، فيحكم خلقه ويتقنه، ويحكم تشريعاته وأوامره، ويحكم تشريعاته وأوامره ونواهيه ويتقنها سبحانه وتعالى.
إن الله كان عليما حكيما. ثم ذكر النوع الثاني من المحرمات وهي الأمة المملوكة، فالمملوكة لا يجوز للحر أن يتزوجها ما دامت مملوكة، لأن ذلك يفضي إلى استرقاق أولاده، لأن الأولاد تبع لأمهم حرية ورقة، فلا يجوز للحر أن يتزوج المملوكة إلا بشروط ذكرها سبحانه وتعالى في هذه الآية. الشرط الأول في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، والطول هو الغنى والسعة، والمراد به هنا المهر. من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات أي الحرائر، لأن كان لا يملك مهر الحرة، فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة، لأن مهر الأمة أيسر وأقل من مهر الحرة. هذا الشرط الأول، ألا يقدر على طول الحرة. فمما ملكت أيمانكم، أي تزوجوا من ما ملكت أيمانكم، وهن الإماء المملوكات، من فتياتكم المؤمنات. هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني أن تكون المملوكة التي يتزوجها الحر تكون مؤمنة، يخرج بذلك الكافرة. ثم قال جل وعلا: والله أعلم بإيمانكم، أي أن المراد بالإيمان هو ما يظهر للناس، فيكتفى بالظاهر، يحكم عليها بأنها مؤمنة فيما يظهر منها من النطق بالشهادتين وإقام الصلاة وغير ذلك. وأما البواطن فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فنحن نشهد لها ولغيرها بالإيمان بحسب ما يظهر، وليس عندنا علم بالبواطن، ولم يكلفنا الله بذلك. ولهذا قال: والله أعلم بإيمانكم. ثم قال جل وعلا: بعضكم من بعض. هذا فيه دفع لما يتوهم من أن الإسلام جاء بالعنصرية، وأن الأحرار يتكبرون على المماليك بما يرون لهم من الحرية، ويرون على هؤلاء من الرق. الله جل وعلا نفى هذا، لأنه لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأسود ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والله غفور رحيم. فلا يتطاول الأحرار على المملوكين بحجة الحرية، لأن شرف النسب وشرف المنصب لا يدل على فضل الإنسان، وإنما الذي يدل على فضله هو تقوى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ويقول: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالعبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: بعضكم من بعض، فنفى بهذا التفاخر بالأنساب والافتخار بالحرية. والله تعالى أعلم.
وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.